بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثاني من محاضرة Nutrition and Metabolic and Respiratory Stress هنتناول فيها بشكل أساسي Nutrition and Respiratory Stress. بعد ما تعرفنا في الجزء الماضي على Metabolic Stress، إيش هي الأهم الفيتشرز تبعته وكيف تعاملنا أو تدخلنا تغذويا مع المرضى اللي بيعانوا من Metabolic Stress. اليوم إن شاء الله هنتعرف على Respiratory Stress بشكل عام. في عندنا بعض المشاكل الصحية اللي ممكن تؤثر على عملية تبادل الغازات ما بين الهواء والدم، وبالتالي تؤدي إلى ما يسمى بـ respiratory stress. respiratory stress بشكل عام is characterized، يعني بيتميز بأنه في عندي reduction in the blood oxygen supply، يعني في عندي انخفاض في عملية تزويد الدم بالأكسجين، وبالتالي حيكون في عندي برضه زيادة في مستويات ثاني أكسيد الكربون بالدم. طبعا الارتفاع العالي في مستويات ثاني اكسيد الكربون في الدم ممكن نوعا ما يعمل عمليه اللي هو disruption او ارتباك في انماط التنفس الطبيعيه، بحيث انها ممكن تؤثر بشكل اساسي على عمليه الفود انتيك. يعني لما يكون في عندي ثاني اكسيد الكربون عالي حيكون في عندي نوعا ما تنفس سريع، وبالتالي حيأثر على النورمال او الوجوال فود انتيك. بالاضافه انه في عندي صعوبه في التنفس اللي بتكون مصاحبه لمعظم الأمراض الجهاز التنفسي، حينتج عنها اللي هو احتياج أعلى للطاقة من اللي هو التنفس الطبيعي. لما المريض يعاني من صعوبة في التنفس وبالتالي حيبذل مجهود أكثر عشان يتنفس، إذا في عندي energy cost حيكون أعلى من normal breathing، وبالتالي هذا بيزيد احتياجات المريض أو مرضى الجهاز التنفسي من السعرات الحرارية أو من الطاقة. إذا الاحتياج للطاقة حيكون عندي أعلى، برضه حيكون في عندي زيادة في مستويات إنتاج ثاني أكسيد الكربون أكثر. إذا هنا دخلنا في حلقة مفرغة، في عندي مستويات ثاني أكسيد الكربون أعلى، في عندي صعوبة في التنفس، احتياج أعلى من الطاقة، يعني إنتاج مور كربون دايوكسيد. إضافة إلى أنه أمراض الرئة بشكل أساسي ممكن تخلي نوعا ما الفيزيكال أكتيفيتي أو النشاط البدني نوعا ما صعب. في عندي صعوبة في الفيزيكال اكتيفيتي معناته حيكون في عند المريض muscle wasting، برضه حيكون في عند اللي هو الويت لوس مال نيوتريشن. هذه ممكن برضه نوعا ما تصير في هاي المرحلة خطيرة جدا، وممكن يعني تعمل اللي هو dangerous outcome لبعض respiratory illnesses. من أهم respiratory disease أو respiratory illness في عندنا ما يسمى COPD أو chronic obstructive pulmonary disease. طبعا هو عبارة عن مجموعة من الكونديشنز اللي من أهم ما يميزها إنه في عند المريض persistent obstruction of airflow، يعني بيكون في عنده نوعا ما ضيق دائم في المجرى التنفس أو مجرى الهواء المؤدي إلى الرئتين. في ال COPD في عندي نوعا ما two main types of COPD. الأول بنسميه chronic bronchitis، الثاني بنحكي عنه الانفيزيما. في معظم الاحيان بعض المرضى بيعطونا اللي هو او بيظهروا كلينيكال ساينز او فيتشرز اوف بوث، يعني بيكون في عندهم العلامات للنوعين او المرضين مع بعض. في الكرونيك برونكايتس هنا في عندنا بيكون persistent inflammation، يعني بقول برونكايتس هو inflammation of the bronchi and bronchioles، التهاب الشعب والشعبات الهوائيه. في عندنا persistent inflammation التهاب دائم، والالتهاب هذا بينتج عنه excessive mucus secretion اللي هو افراز مفرط او زائد في الميوكس، في اللي هو المين ايرويز في الشعب او المجاري التنفسيه الرئيه المؤديه الى الرئتين. طبعا لما نقول persistent inflammation حيؤدي في نهايه المطاف الى thickening of the respiratory mucosa، يعني الميكوزا او البطانه تبعت البرونكا او البرونكيولز حتصير في عندي اللي هو سميكه بشكل دائم. اذا حيكون في عندي اللي هو ضيق في مجرى التنفس، واضافه الى في عندي زياده في افراز الميوكس حيكون عندي صعب اللي هو اخراج مثل هذا الميوكس. الكرونيك برونكايتس بيتم تشخيصه بشكل اساسي لما يكون عند المريض كرونيك برودكتيف كاف، يعني بيكون في عنده سعال مزمن and productive، يعني مش سعال جاف، سعال هو بيخرج معاه له كميات من الميوكوس. وهي الكرونيك برودكتيف كاف لو حكينا انها بتكون مزمنه لاكثر من 3 أشهر متتاليه في السنه لسنتين متتاليتين، ساعتها بيكون عند الشخص هذا كرونيك برونكايتس. النوع الاخر بنسميه الانفيزيما او بنسميه انتفاخ الرئه. طبعا هل بيكون في عندنا breaking down او اللي هو بيكون في عندنا تكسر
للنسيج اللين او المرن للرئتين، بيكون في عندنا تكاثر اللي هو الغلاف الالفيولاي اللي هي الحويصلات الهوائيه، او البرونكيولز اللي هو الشعيبات الهوائيه. طبعا لما يكون في عندي ديستركشن للالفيولار وول، معناته حيكون في عندي سطح تبادل الغازات، حيكون في عندي اللي هو significantly reduction، انخفاض حاد في سطح تبادل الغازات، وبالتالي مش حيكون في عند المريض القدرة انه يعمل عملية اللي هو الاكسجين تشينج انستد اوف كاربون دايوكسيد، مش هيقدر يدخل كميات كافية من الاكسجين ويخرج الكميات الكافية من ثاني اكسيد الكربون. طبعا خلينا نحكي انه يعني كلا الحالتين او المرضين، سواء كان الكرونيك برونكايتس والانفيزيما، بينتجوا يعني كميات منخفضة جدا من الأكسجين وكميات عالية من الكربون ديوكسيد. ومن أهم الكلينيكال فيتشرز هي بنسميها الديسنيا، أو بنسميها صعوبة في التنفس، أو بنحكي عنها شورتنس أوف بريث. السي أو بي دي ممكن في نهاية المطاف يؤدي إلى ما يسمى ريسبيراتوري أو هارت فيلير، يعني هو عبارة عن بروجريسيف ديزيز بشكل أساسي. طبعا لما بنشوف هنا هي عبارة عن نورمال اناتومي اوف ريسبيراتوري سيستم، بالمقابل هنا في عندي النورمال او الهيلثي برونكاي وفي هيلثي الفيولار وولز. هان عندي اللي هو الكرونيك برونكاي زي ما احنا شايفين، صار في عندي ناروينج اوف ذا ريسبيراتوري اير ويز، نتيجة في عندي انفلاميشن في البرونكيال ميوكوزا، وفي عندي برضه اللي هو اكسسيف ميوكوس سكريشن. بالمقابل هنا الانفيزيما صار في عندي destruction of alveolar wall، وبالتالي صار في عندي هو يعني reduction او نقص في سطح تبادل الغازات، بالاضافه الى خروج الهواء من الحويصلات الى النسيج الرئوي، وهذا بنسميه احنا انتفاخ الرئه، لانه قد ما المريض يعمل expiration او exhalation حيضل في عندي اللي هو inflated lungs او الرئتين بشكل منتفخ. زي ما حكينا both conditions are associated with abnormal levels of oxygen and carbon dioxide in the blood، يعني في عندي انخفاض في كمية الأكسجين وارتفاع في كمية ثاني أكسيد الكربون. برضو اللي هو المين كاركترستيك عندي اللي هو بنسميه shortness of breath، يعني dyspnea أو اللي هو صعوبة في التنفس. ممكن progressing أو المرض هذا يصير له progressing to respiratory or heart failure، وهو عبارة عن السبب الرابع للوفيات على مستوى العالم او في اليونايتد ستيتس على اقل تقدير. طبعا السي او بي دي بشكل عام هو نوعا ما مرض ممكن يسبب نوعا ما ديبلوتيشن، او اللي هو نحكي اذا صح التعبير اللي هو عجز عند المريض. الديسنيا او شورتنس اوف بريث بتسوء حالتها مع تطور المرض، وبالتالي ممكن تعمل عملية اللي هو يعني significant reduction in physical activity، يعني انخفاض حاد في نشاط الجسد. مش مقصود نشاط الجسد هو ممارسة الرياضة، لا، ال quality of life نفسها، يعني ال daily activities تبعت المريض، زي انه ممكن الاستحمام، او حتى انه ممكن يعني اللبس نفسه ممكن يعمل عملية اللي هو severe exhaustion، يعني تعب حاد عند المريض، وبالتالي هو عدم القدرة على التنفس. إضافة لأنه ممكن يصير في عنده لو سيفير ويت لوس أند ويستنج، وهي بنلاحظها في الأدفانس ستيجز عند المرض، نتيجة إنه بيصير في عنده زي ما حكينا هايبر ميتابوليزم، ما بيقدرش يتناول كميات كافية من الفود انتيك، وأيضا اللي هو نتيجة الإنفلاماتوري ميديتس والإنفلاماتوري بروتينز اللي بتكون عالية في حالات المرض. خلينا نقول إنه زيه زي أي مرض كرونيك أو مزمن، الدبريشن هنا بيكون واضح جدا، الأنكزايتي، وهي تعتبر ذات أهمية جدا، بحيث أنه بتساهم في يعني تدهور المريض وعدم قدرته على التأقلم، واللي هو الاحتياجات العلاجية والتغذوية في حالة السي او بي دي بشكل عام. طيب إيش ممكن نتوقع أنه الـ causes of COPD اللي هي أسباب الـ COPD؟ طبعا في عند الـ main risk factor هو عبارة عن الـ cigarette smoking أو الـ tobacco smoking بشكل عام، هو عبارة عن البرايمري ريسك فاكتور، في البرايمري ريسك فاكتور في أكثر من 90% من حالات السي او بي دي. طبعا خلينا نحكي إنه السي او بي دي أو السموكينج، سيكرت سموكينج، لو صار له اللي هو كومباينيشن ويز ريسبيراتوري انفكشن، أو حتى اللي هو اوكيوبيشنال اكسبوجر، يعني اكسبوجر تو بوليوتنت، هو تعتبر نوعا ما سبب رئيسي من أسباب السي او بي دي.
يعني على سبيل المثال التعرض لي اللي هو الاوكيبيشن او الاكسبوجر انفايرمنتال اكسبوجر تو داست اور اذر كيميكالز، بالاضافه انه كان المريض سيجرت سموكر، بالتالي يعتبر من اسباب السي او بي دي الرئيسيه. طبعا يعني هذا الكلام ما بخليناش نغفل اللي هو العوامل الوراثيه او الجينيتيك فاكتورز برضه بتلعب دور رئيسي عندي في اللي هو تطور المرض او التعرض ل او اصابه المريض بالسي او بي دي. العلاج المقترح للسي او بي دي بشكل اساسي لما حكينا كرونيك ديزيز وبروجريسيف ديزيز، فالبرايمري اوبجيكتيفز عندي الاهداف الرئيسيه انه انا احاول اقلل القدر المستطاع من الديزيز بروجريشن، يعني احاول نمنع انه تدهور المرض ووصوله في نهايه ل ريسبيراتوري فيلير. طبعا بدنا نحاول قدر المستطاع انه نعمل ريليف فور ميجر سيمتومز، يعني اللي هو كرونيك كاف او التزني بدنا نحاول قدر المستطاع انه احنا نقللها. عشان هيك بنقول احنا المرضى اللي بيعانوا من السي او بي دي لابد انه اول شيء انه يعمل كويتنج فور سموكينج، يعني يبتعد عن التدخين عشان نحاول قدر المستطاع انه نمنع البروجريشن وبالتالي نحاول نوقف تدهور الحاله المرضيه. الشغله الثانيه من اهم شيء انه تو جيت فاكسينيتد، يعني انه يتناول او ياخذ اللي هو التطعيم تبع الامراض الرئويه الموسميه such as influenza and pneumonia، بحيث انه نحاول قدر المستطاع انه نبتعد عن الكومبليكيشنز او المضاعفات. من ناحيه علاجيه او فارماكوثيرابي، من اهم الادويه اللي بيتم وصفها لمرضى السي او بي دي هي عباره عن البرونكو دايليترز او موسعات الشعب الهوائيه، عشان نحاول نحسن من الاير فلو او نحسن من تدفق الهواء للرئتين. برضه في عندي نوع اخر من الادويه بنسميه الكورتيكوستيرويد، بنقول عنها انتي انفلاماتوري، يعني ادويه مضاده ل الالتهابات اللي احنا حكينا. الكرونيك برونكايتس هو عباره عن كرونيك انفلاميشن اوف ذا اير واي باسجز، هاي بتحاول الادويه نوعا ما تقلل من عمليه الالتهاب والسيمتومز تبعت اللي هو الانفلاميشن اوف ذا برونكيولز. لكن ناخذ في عين الاعتبار انه حكينا الكورتيكوستيرويد في المحاضره الماضيه من الادويه اللي بتعمل كاتابوليك بروسيس او بتزيد من الكاتابوليزم، وبالتالي بتحاول نوعا ما ممكن يصير في عندي اللي هو زياده في المصل لوس او زياده في المصل ويستنج اللي بنلاقيها اساسا موجوده عند مرضى سي او بي دي. في بعض الاحيان لما الشخص يكون في عنده سيفير سي او بي دي لابد انه انا اعمل له سبلمنتال اوكسجين ثيرابي، يعني لابد انه ياخذ اللي هو الاكسجين ماسك، يعني اسطوانه الاكسجين بتكون موجوده معه على الاقل 12 ساعه يوميا، بحيث انه نحاول على نحافظ على مستويات اللي هو الاكسجين ليفلز موجوده في الدم بشكل طبيعي، وبالتالي نقلل من المورتاليتي ريسك عند المريض السي او بي دي. فيما يتعلق بالميديكال نيوتريشن ثيرابي لمرضى السي او بي دي، طبعا الهدف الرئيسي عندي للنيوتريشن ثيرابي هو عباره عن تو كوركت مال نيوتريشن، طبعا اللي هي تقريبا نوعا ما بتصيب حوالي 60% من المرضى اللي عندهم سي او بي دي. الشغله الثانيه تو بروموت مينتنس اوف هيلثي بودي ويت، عشان نحاول نوعا ما نستمر في يعني وزن الجسم بيكون صحي. والهدف الثالث هو منع المصل ويستنج او البروتين كاتابوليزم. طبعا الدراسات نوعا ما وجدت انه الاندر ويت سي او بي دي بيشنت نوعا ما بيكون في عندهم هاي المورتاليتي ريت، يعني كل ما كان الوزن اقل كل ما ارتفعت نسبة اللي هو الوفيات عند مرضى السي او بي دي. وبالتالي انا عندي بدي عملية اللي هو تحفيز للادكويت فود انتيك، هو بشكل عام بده يكون عندي الهدف الرئيسي او التركيز الرئيسي في الميديكال نيوتريشن ثيرابي لهاي الفئة. خلينا نحكي انه الانرجينيز لمرضى السي او بي دي نوعا ما بنلاقيها اعلى من اي يعني اي مرض اخر لاكثر من سبب. في عندي هايبر ميتابوليزم تقريبا 20% اعلى من الطبيعي نتيجه وجود اللي هو الكرونيك انفلاميشن، نتيجه في عندي اللي هو زياده العبء على عضلات التنفس، وبالتالي الاكزيست بودي ويت زياده الوزن عندي عند المريض بيعمل اللي هو عبء اضافي على الريسبيراتوري سيستم. يعني لما نحكي انه المرضى السي او بي دي اللي بيكون اوفر ويت او اوبيز ممكن نوعا ما يستفيد من اللي هو تحديد شويه الانرجي نيدز، بحيث انه يصير في عنده جراديوال ويت لوس. زي ما انتم عارفين انه الفود انتيك عند مرضى السي او بي دي نوعا ما كل ما تطور المرض كل ما كان في عندي اللي هو اقل فود انتيك.
لأكثر من سبب. على سبيل المثال التسنية صعوبة في التنفس بتخلي اللي هو عملية المضغ أو البلع أصعب. التغير اللي هو التشريحي في عضلات الحجاب الحاجز والرئتين ممكن نوعا ما تعمل الضغط على البطن وبالتالي أو المعدة، وبالتالي تخلي المريض يشعر باللي هو الشبع بصورة مبكرة أو بدري. ممكن نقول إنه في عنده فقدان للشهية نتيجة اللي هو بعض الأدوية، أو حتى إنه نتيجة الاكتئاب، أو حتى مش قادر يستطعم بالأكل. إذا هان الفود انتيك بشكل عام، في عنا فور فود انتيك، وبالتالي بنلاحظ إنه المرضى السي أو بي دي بيستفيدوا أكثر من إنه يتناول مور فريكونت ميلز أو سمول فريكونت ميلز، أفضل من إنه يعني يتناول اللي هو تو أور ثري لارج ميلز. إذا هان بدي اركز بشكل اساسي انه ياخذ اللي هو small frequent meals بشكل اساسي اكثر من اللي هو 2 to 3 large meals. طبعا ال energy content هان بالنسبه لل small meals بده يكون عندي lower energy content of smaller meals، بحيث انه اقل القدر المستطاع اللي هو الكربون دايوكسيد لود او اللي هو العبء تبع انتاج ثاني اكسيد الكربون. بدنا نقلل نوعا ما من الابدومينال ديسكومفورت، بنحاول نقلل من اللي هو التسنية او الصعوبه في التنفس. وبالتالي لما يكون في عندي less food consumption ساعتها بده يكون في عندي زي حكينا أقل يعني مشاكل في البطن، الابدومينال ديسكومفورت بيكون أقل، إنتاج ثاني أكسيد الكربون عندي بده يكون أقل، وبالتالي الديزني والصعوبة التنفس حتكون عندي بتكون أقل من إنه لو تناولت اللي هو 2 to 3 large meals at once أو بيكون هو مرة واحدة. بعض اللي هو الاشخاص من مرضى السي او بي دي ممكن نلاقيه يتناول افضل اذا كان بياخذ اللي هو سبلمنتري اكسجين، يعني ممكن يتناول احسن اذا كان اللي هو بياخذ اللي هو الاكسجين سبلمنتيشن مع اللي هو الوقت الوجبه. مهم جدا برضه انه ياخذ اللي هو ادكوت فلويدز، يعني كميه من السوائل بتكون تكون كافيه، عشان السوائل هن مستفيد منها انه كل ما زاد اللي هو الهايدريشن او مستوى السوائل في جسم الانسان كل ما قلت لزوجة الميوكس، وبالتالي الادكوت فلويد هنا حتعمل بريفنشن فور برودكشن اوف ثيك ميوكس. لكن ناخذ بعين الاعتبار انه يفترض المريض يتناول السوائل ما بين الوجبات الرئيسية، بحيث انه لو تناول السوائل هاي مع الوجبة نوعا ما حتتعارض او هتعيق اللي هو النورمال فود انتيك، وبالتالي هيشبع بدري ما يكونش اخذ كفايته من السعرات الحراريه. للمرضى السي او بي دي اللي بيكون في عنده مال نيوتريشن، الهاي كالوري هاي بروتين دايت ممكن يكون نوعا ما هيلفول او يعني بيساعد في الحصول على الكفايه من السعرات الحراريه، لكن الهاير انرجي انتيك كميات السعرات الحراريه الزائده هنلاقي انها بتزيد كمية انتاج ثاني اكسيد الكربون، وبالتالي هتزيد العبء على اللي هو الريسبيراتوري سيستم، وبالتالي تزيد من الريسبيراتوري ستريس. عشان هيك احنا بنلاحظ انه بعض المرضى ممكن يستفيد او بنشجع المرضى انه ياخذ اللي هو بنسميه الليكويد سبلمنتس ما بين اللي هو الوجبات الرئيسية والوجبات الاساسية، بحيث انه تزيد من الويت جين، تزيد من تحمل النشاط الجسدي، وفي نفس الوقت تقلل نوعا ما من احتياجه او تقلل من الانتاج تبع السعرات الحرارية العالي اللي ممكن نوعا ما تأثر على انتاج ثاني اكسيد الكربون. هان نتطرق الى ما يسمى البولمونري فورمولا، بعض اللي هو التركيبات الجاهزة الخاصة بامراض الجهاز التنفسي. يعني معدل الاستخدام في حالات السي او بي دي بتعطيني اللي هو سعرات حرارية اكثر من الدهون واقل من الكربوهيدرات من الستاندرد فورمولا، بمعنى انه نسبة كربون دايوكسيد اللي بتنتج للأكسجين بنلاقيها أقل في النظام الغذائي الأكثر بالدهون من الكربوهيدرات. إذا في البولمونري فورمولا في عندي سعرات حرارية جاية في الفورمولا من الدهون أكثر من الكربوهيدرات، وبالتالي هلاحظ انه نسبة ثاني أكسيد الكربون جاية هتكون عندي أقل من اللي هو الفورمولا الستاندرد اللي بتحتوي على مور calories comes from carbohydrate. برضه بياخد معنا الاعتبار انه يكون في عند اللي هو specific exercise program. زي ما حكينا احنا انه الماسل لوس هو عبارة عن major characters لمرضى COPD،
وبالتالي بدي احاول انه انا ادخل في العلاج اللي هو specific exercise program عشان احاول امنع او اعكس المصل اللص اللي صار عنده ونرجع نبني العضلات مع اللي هو البروتين الكافي والسعرات الحرارية الكافية. طبعا هان بدي يكون عندي تركيز على الايروبيك اند ريزيستنس اكسرسايز، سواء اللي هو الايروبيك تريننج وايضا اللي هو العاب الريزيستنس، بحيث نحاول نوعا ما قدر المستطاع انه نبني العضلات ونركز على اللي هو البناء، نعمل ريفيرسنج فور كاتابوليك ستيت. طبعا مش على طول انا حدخل على المريض باللي هو البيك تبع الاكسرسايز، لابد يكون في عندي اللي هو زياده للاكتيفيتي يعني بشكل تدريجي على فتره ما بين شهر الى شهرين، بحيث نوعا ما يتحاول المريض يتاقلم مع اللي هو النشاط الجسدي تبعه، وبالتالي نكسر حاجز الخوف اللي سببه انه يكون عارف هو الفيزيكال ليميتيشنز تبعته، وبالتالي نوعا ما نحسن من الاداء الجسدي عند مرضى السي او بي دي. طيب حالة أخرى من حالات الريسبيراتوري سيستم نسميها الريسبيراتوري فيلير. طبعا في الريسبيراتوري فيلير هي عبارة عن لايف ثريتنينج كونديشن يكون فيها الجاز اكسشينج بتوين اير اند سيركيوليتنج بلاد از سيفيرلي امبيرد، يعني يكون في عندنا يعني تدهور حاد في عملية تبادل الغازات ما بين الهواء والدم. طبعا هذا بيؤدي إلى إيش؟ بيؤدي إلى abnormal levels، يعني يكون في عندي اللي هو كميات عالية من ثاني أكسيد الكربون وكميات منخفضة جدا من الأكسجين، وهي تعتبر life threatening condition. كتير جدا من الحالات اللي ممكن تعمل lung injury أو ضرر في الرئتين أو تعمل إعاقة لوظائف الرئتين ممكن تكون سبب في حالات respiratory failure. من ضمن البوسيبل كوزز عندنا انفكشن على سبيل المثال هو نيومونيا، التهابات الرئه، او حتى السبسس بشكل عام، فيزيكال تروما اللي هو الاصابه في الرئتين سواء كان هو بطلق ناري او حتى انجري وخلافه، بعض النيورو ماسكل ديس اوردرز، بعض اللي هو المشاكل العصبيه اللي ممكن تؤدي الى يعني خلينا نحكي فشل في مركز التنفس، او ممكن هو فشل في عمليه التنفس كميكانيزم، سموك انهاليشن، التدخين اللي هو او استنشاق الغبار او الدخان، او حتى في بعض الاحيان اي واي اوبستراكشن، الانسداد المجاري التنفسيه، هذه كلها ممكن تؤدي الى ريسبيراتوري فيلير. في الاير واي اوبستراكشن او على سبيل المثال ممكن يكون في عند الشخص اصبح يعني صار في عنده الاسبوريشن او اللي هو استنشاق محتويات المعده، يعني دخول اللي هو مكونات المعده الى القصب الهوائيه، وبالتالي بنسميها الاسبوريشن، ممكن تؤدي هذه الى respiratory failure. في حالات severe lung damage يعني في عند الضرر الحاد جدا في الرئتين، هذه ممكن تسميها acute respiratory distress syndrome ARDS، acute respiratory distress syndrome، وهي عبارة عن حالة خطيرة جدا requires emergency treatment، يعني بدو المريض على طول مباشرة ينحط تحت الميكانيكال فنتليتور تحت جهاز التنفس الصناعي عشان نحاول قدر المستطاع انه نعمل restoration لمستويات الاكسجين و ثاني اكسيد الكربون. في الاكيوت ريسبيراتوري ديستس سيندروم ممكن نوعا ما يصير في عندنا ما يسمى اللي هو فلويد بيلد اب او تراكم للسوائل داخل الرئتين، او بنسميه البولمونري اديما. طبعا البولمونري اديما في عندي سوائل او ميه داخل الرئتين او حول الرئتين، معناته مش حيكون في عندي اللي هو التنفس او اللنج فنتليشن بشكل طبيعي جدا. في مراحل متأخرة من المرض ممكن يصير في عند المريض lung fibrosis، تليف في الرئتين، وممكن تنتهي في اللي هو فشل بالرئتين. بعض الكومبليكيشنز الخطيرة للأيرد الأكيوت ريسبيراتوري ديستس سيندروم بنسميها المالتيبل أورجن ديسفانكشن، يعني الفشل في اللي هو أكثر من عضو في جسم الإنسان، فشل في الرئتين، في الكليتين، في الكلى، في الكبد، في القلب، هذا كله يعتبر من السيفير كومبليكيشن. طيب as a consequence of respiratory failure، ايش اللي هو يعني نواتج فشل الجهاز التنفسي؟ طبعا هيصير في عندنا هايبوكسيميا، نقص اللي هو اكسجين في الدم، هايبركابنيا، زياده ثاني اكسيد الكربون في الدم، هايبوكسيا، نقص الاكسجين في الانسجه، اسيدوزس، تراكم اللي هو الاحماض في الانسجه، سيانوسس، بيصير في عند المريض ازرق او اللي هو بلوش سكين، يعني بيصير في عند الجلد نوعا ما مائل الى الزرقاء، صداع، تشوش ذهني، دوخة، ممكن يصير في عند المريض برضه اللي هو heart arrhythmia، يعود انتظام في ضربات القلب، وفي النهاية coma and death. بالنسبة لعلاج respiratory failure طبعا بيركز العلاج بشكل أساسي على انه احنا ندعم وظائف الرئتين ونحاول نصحح او نحل المشكلة اللي سببت respiratory failure،
زي ما حكينا احنا انه الريسبيراتوري فير ممكن يكون سببه اكتر من او من كونديشن او اكتر من سبب، معناته انه حيكون في عندي خطة العلاج بتختلف من حالة الى اخرى. لكن بشكل عام المرضى اللي بيكون في عندهم كرونيك لانج ديس اوردر، هذول ممكن نعطيهم لو اكسجين ثيرابي عن طريق الفيس ماسك او حتى النيزل تيوبنج. بالمقابل المرضى اللي في عنده اكيوت ريسبيراتوري ديستس سيندروم، هذا بده ميكانيكال فنتليتور، جهاز التنفس الصناعي، لحد ما يكون ترجع له القدره انه يتنفس بصوره يعني مستقله عن جهاز التنفس الصناعي. في بعض الاحيان ممكن نوصف الديوريتكس او مدرات البول بحيث انه نحاول نقلل قدر المستطاع من تراكم السوائل اللي موجوده داخل نسيج الرئه. بعض الادويه الاخرى اللي ممكن توصف اللي هو مضادات حيويه لعلاج الانفكشن، نعمل تريتمنت فور انفكشن. بعض الادويه اللي ممكن تعمل توسيع للشعب الهوائيه بنسميها البرونكو دايليترز. بعض الادويه اللي ممكن نستخدمها عشان نحاول نقلل من اللي هو الالتهابات such as كورتيكو ستيرويدز. فيما يتعلق بال MNT for respiratory failure او بنسميها اختصارا medical nutrition therapy، المرضى اللي بيعانوا من lung injury او acute respiratory distress syndrome، هدول في الغالب زي ما حكينا بيكون في عندهم حالة من الهايبر ميتابوليزم او حالة من الكاتابوليك ستيت، وبالتالي بيكونوا عرضة انه في عندهم muscle wasting. عشان هيك احنا بنحكي انه البرايمري كونسيرن عندي والاهتمام الرئيسي انه اعطيهم كميات من الطاقة وكميات من سعرات حرارية عفوا وكميات من البروتين عشان نحافظ على المسل ماس، نحافظ على وظائف الرئتين بدون انا ما ازيد الحمل على الريسبيراتوري سيستم. في نفس الوقت بده يكون عندي نوعا ما ممكن يتطلب الامر يكون في عندي فلويد ريستريكشن او اللي هو تقييد كميه السوائل اللي بياخذها المريض عشان نحاول قدر المستطاع نعدل او نصحح من زي ما حكينا اللي هو البولمونري ايديما او تجمع السوائل داخل الرئتين. لما يكون في عندي نيوتريشن سبورت ضروري احنا ممكن نرجع للانترال نيوتريشن. انترال نيوتريشن ويكون افضل من البرينتال نيوتريشن بشكل عام طبعا زي ما هنشوف الان ليش، لكن في عندي بعض اللي هو الريكومنديشن السبيسيفيك للريسبيراتوري فيلير من ضمنها. من ناحيه السعرات الحراريه او احتياجات السعرات الحراريه، طبعا احنا بنحدد الاحتياج عن طريق اللي هو الاندايركت كالوريمتري زي ما حكينا عنها البريدكتيف ايكويشنز، لكن بشكل عام الافرج او الرينج انه من 25 ل 35 كيلو كالوري لكل كيلو جرام من وزن الجسم. طبعا ناخذ بعين الاعتبار انه احاول قدر المستطاع انه انا اعمل افويد اوفر فيدنج، اقل يعني امنع انه انا اعطي له سعرات اكثر من احتياجه، لان السعرات الزائده معناتها حيكون في عندي اللي هو اكسسيف كربون دايوكسيد برودكشن، وهي حتعمل عمليه تدهور في حالة الجهاز التنفس أو وظائف الجهاز التنفس اللي هي أساسا حتكون تعبانة أو عطلانة. من ناحية البروتين نيز طبعا بنلاحظ أنها بيزيد احتياج مرضى الجهاز التنفسي أو اللي في عندهم ARDS من البروتين، وتقريبا حيكون عندي from mild to moderate lung injury بتحتاج من 1 لـ 1.5 جرام لكل كيلو جرام من البروتين من جسم الإنسان في اليوم. والأكيوت ريسبيراتوري ديستريس تقريبا بده يحتاج أكثر من 1.5 لـ 2 جرام لكل كيلو جرام وزن الجسم في اليوم. بالنسبة لاحتياجه من السوائل طبعا على الرغم من أنه معظم المرضى تقريبا بيكون في عندهم نورمال فلويد ريكوايرمنت، لابد أنه نعمل تقييم بشكل أساسي لحالة السوائل في الجسم بشكل يومي عشان أنا أمنع أنه يكون في عند المريض تراكم من السوائل. لو حكم تراكم السوائل هتكون في نسيج الرئة وبالتالي هيعمل تدهور في حالة الرئتين أو وظائف الرئتين. برضه أخذ بعين الاعتبار إنه مش بس أنا أنتبه للرئتين، لأن كان إنه بعض المرضى بياخذوا ديوريتكس مدرات للبول، برضه بدي أراقب المريض عشان أمنع إنه يكون في عنده ديهايدريشن أو حالة من الجفاف. من ناحية الأول نيوتريشن سبورت الدعم التغذوي في حالة الريسبيراتوري فيلير، المرضى اللي بيكون في عندهم سيفير كيسز أوف ريسبيراتوري فيلير هذول طبعا مش حيكون له المقدرة انه يتناول الوجبات بشكل طبيعي، وبالتالي حيحتاج نيوتريشن سبورت. عشان هيك بنلاحظ انه التيوب فيدنج اذا بدي استخدم الانترال فيدنج، التيوب فيدنج اذا بدي استخدمه بدي انا احطه مباشرة في الانتستين، تمام؟ وبالتالي الانتستينال فيدنج هي حتكون بريفيرد اوفر جاستريك فيدنج عشان نحاول قدر المستطاع نخفف من اللي هو
الاسبيريشن ريسك، انه احتمال رجوع مكونات المعده الى داخل الجهاز التنفسي. طبعا هذا اذا كان في عندي الفانكشنينج انتستين، اذا كانت القناه الهضميه او الامعاء يعني فانكشنينج، فبالتالي بروح بقى افضل اللي هو الانتستينال فيدنج اوفر جاسترينج فيدنج. طبعا المرضى اللي في عندهم اكيوت ريسبيراتوري ديس سندروم بيستفيدوا من الانترال فورمولا اللي هي بتكون معده او محضره انها تقلل من الانفلاميشن وتحفز من الهيلينج او الشفاء تبع الريسبيراتوري سيستم، اللي هي بشكل اساسي بتكون يعني مدعمه بالاوميجا 3 فاتي اسيدز ومدعمه بالانتي اوكسيدنت. طبعا النيوترين دنس فورمولا اللي هي بتحتوي من 1.5 ل 2 كيلو كالوري لكل ملي لتر، هاي بنلاقيها بتوصف للمرضى اللي في او بيكون عنده فلويد ريستريكشن. لما احكي نيوترين دنس يعني بتكون الحجم تبع هاي الفورمولا قليل مقارنة بالسعرات الحرارية، عالية السعرات الحرارية، وبالتالي هذه بتوصف زي ما حكينا في الانترال اند بارنترال نيوتريشن سبورت، هي توصف للناس اللي في عندهم فلويد ريستريكشن. اذا كان احتمال ان المرض يكون في عنده اسبيريشن عالي او خطر الاسبيريشن عالي، ساعتها احنا بنلجأ للبارنترال نيوتريشن سبورت اللي هو التغذية الوريدية، بناخدها بعين الاعتبار لحديت ما المريض يعني نوعا ما يقل احتمال الاسبيريشن، وبالتالي بنرجع بشكل تدريجي ناحية الانترال فيدينج.